الخسارة التاريخية لمنتخب البرازيل أمام ألمانيا لا زالت تلقي بظلالها على نجوم الكرة في بلد السامبا، وعلى رأسهم الفائز بكأس العالم سنة 1994 روماريو. نجم برشلونة السابق شن هجوما عنيفا على مسؤولي الاتحاد البرازيلي مطالبا بسجنهم بتهم الفساد. روماريو دافع عن اللاعبين وعن المدرب سكولاري مؤكدا أنهم لا يتحملون مسؤولية الخسارة المذلة أمام المانشافت. الهداف البرازيلي السابق انتقد أيضا الميزانية الضخمة المخصصة للمونديال، واصفا الدور بكأس العار.